لو الحكاية فيها إن فيديو. أعلى مصر اتسألت الأسئلة دي ولقيتها بتتكرر من ناس كتير جدا. قلت أنا يعني أنا كدكتور جامعة دايما في البحث العلمي أول حاجة بتبقى ملاحظة. الملاحظة إذا اتكررت بنقول دي مشكلة نبحثها. نحط بقى فروض ونبحث ونغطي المنطقة دي. فلقيت السؤال ده بقى ملاحظة متكررة. كل قناة أو كل حد مع فرحة إن احنا استضفنا يقول لي الدولة هيتلغي الدولة. لقيت مثلا لو سألت 100 سؤال 60 سؤال الدولة هيتلغي. فطبعا لا تلغي ليه؟ طالما اتكرر انا متاكد بقى انا مش مع الغاء الدوري ده شيء مستمر للكوره. لان كمان مش في حقوق رعايه الانديه واخدها وفي شركات اعلان واستثمار مرتبطه بده والتلفزيون. طب انت اذا عملت ما هو ده هتلاقي اواضي على الانديه واواضي على الدوري واواضي على انا بتكلم كمان بنظره المحترف الاحتراف يعني والاستثمار. الناس مش هيبقى عندها ثقه فيك بعد كده. فلازم تفكر في الحاجه ايه مش بس انك انت اصح. واحنا قدوك كده كنا نمشي المدرسه مثلا على رجلينا يعني المدارس الحكومات بتاعتنا الجميله كنا نمشي بتاع تلت ساعه لغايه ما نروح المدرسه. كل التلت ساعه ما بين الاهلي والزمالك واصل محمد صلاح بتاعنا كان زي في محمد صلاح في الزمالك وحسن شحاته والخطيب وفاروق جعفر والاجيال يعني ومجد طوبه الناس دي كلها كنا بنقعد نتكلم كده برضه يعني وقتنا على التشجيع. فيك.